وببهاء عرشك المحفوظ وجريان القلم المنفوخ وبكتاب حكمك المسطور في عالم الحس مدى الدهور وبالصمودية للسمدان وبالركوبية للرحمن وأهدية على الأعيان قبل بروزها إلى الأكوان وبالعلوية للأزمان وبالمعية بلا مكان وحق عينك العلي وسير رسم سبلك السفلي وحير غيرك وصاد الصمدي والنور مكنون العيون الهمدي وطاف القرآن وصاد السلك وكنز كنز ما له من فتن وآل حمد أحمد المكرم وداره وميمه المتلسم وسر الأملاك وجاه العذر وكافر ركني وراء الكرم ونقطة العلم ونقطة القدم ونقطة الوجود شكلة الإكم إني لما أرسلت ربي أنت إلي من خير فقير متى وقد توصلت بذي الأسرار إليك يا منور الأنوار وبحقيقة المحمدية وبالعبودية مع ربي والأحمدية ومع الحضرتين من الكمالة وقاب قوسين ومستوى صغير الأقلام وما به ترسل في الأرض والسماء أن تجعل انسلاكنا في حبك حبك وهو مقتد لقربك اسلك بنا مسالك النجاة ونجنا ربي من الآفات ويسر رزق الحلال بالهنا يا ذا الجلال والجمال امدد بنا عيوبنا اسر واغفر ذنوبنا كلا ولا تشرك بنا عدونا ولا تسلط ظالما ظلوما ولا ضعيفا وقويا يوما وتهجر النفوس والارواح والقلب والاشرار والاشباه يا رب فوق الكون رب الماء وانبتعت تحت في الماء بملكوت جبروت رحموتي ووجود رحموت جرم الرحموت وعالم الغيب وعالم النعوت وعالم الحس ومعقل الثبوت والعز والكمال والباء والكبرياء كون الثناء ألف قلوب الخلق للجهاد حتى تراه قائم العماد وأيدنه بأعلى أجل في شهرنا هذا وتالي ودود جميعنا يهديه ويسر ولا تخيب للرجاء والبطل وهب لكل سالك مريد طريقا المراد بالمزيد وقل له بعيد كل بون واكشف له عن حضرات الكون حتى لشاهدك انت انت يا ربي متى متى واسقيه ربي من ماء الغيوب وتلبج له كل تاج محبوب ولده منك للايوبات وركبا مركب النجاه وامدده في السر وسر الاسم وحده بعز عز الاسم والتكفيه معونة العيالي ما دام في ميدان ذاك العالي وأبله المواهب السلمية دنيا وأخرى عيشة مرضية وابتهله إلهي فيما يرتدي خير الفتوح يا قريب الفرج من فتن المحيا يرث والممات وحول قبره وحول الشكرات ونغمرا ضريره وأنسي وبشره برحا ولا تقيسي وأعطي الكتاب من اليمين وثقل الميزان يا معين على الصراط يا روح البر وما شابه من هزل في السماء ونجيه من الرسال والعقاب وارزقه في لقاء الصمام واجسد الدعاء من دعاك وثبت امام الرجاء رداك يا ربي باسمك العظيم القدر وجاهز الداعي الشبيع العشر يا ربي باسمك العظيم القدير وجاهز الجاه الشفيع العشر آمين يا ربي باسمك العظيم القدير وجاهز الجاه الشفيع العشر واغفر لنا بالخير والسعادة وهب لنا حسناك والزيادة وصل يا ربي وسلم على محمد عين العلي والهلا وآله ومن تبع إلى القيام مع أسلم الجو وسبى الغنى وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سلاك بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق مدين والدار العظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.